مشاهدين ساعة مع نبال مساء الأنوار. النهاردة أنا جاية علشانك، أيوة علشانك أنت. حسيتي قبل كده أنك مش عايزة تتكلمي مع حد؟ حسيتي أنك بتضربي الولاد بطريقة عنيفة، حتى الطفلة اللي عندها 3 سنين مش عارفة دي ممكن تتضرب ازاي؟ حسيتي انك عايزة تسيبي البيت وتمشي بس مش هينفع؟ حسيتي انك عايزة تروحي مكان وتصرخي بصوت عالي؟ كلنا بنمر بكل المشاعر والأحاسيس دي، بس يا ترى بنبقى فاهمين احنا كده ليه؟ الإنسان لما بيمرض بيبان عليه علامات المرض، أو يعمل حادثة بيبان عليه جروحه وقصوره، وهنا الناس اللي حواليه بتتعامل معاه برفق وبرحمة لأنها حاسة إنه بيتألم وبالتالي بتساعده. لكن في جروح وقصور موجودة جوانا اللي حوالينا مش شايفينها ولا احنا نقدر نتكلم فيها او نقولها، وعشان كده دايما الناس اللي حوالينا بيبقوا مش فاهمين تصرفاتنا دي او افعالنا دي ليه. في ناس منهم بيصنفوا ده ان طبع، وناس تانية بتقول انهم مصدر شر او ازعاج، لكن ايه السبب الحقيقي؟ النهارده في ساعه مع نبال حلقه مختلفه بكل معانيها عشانك انتي. انتظروني بس بعد التقرير. ورجعنا تاني في ساعه مع نبال عشان نبدا حلقه النهارده علشانك انتي. زي ما قلت إن كلنا جوانا جروح وكسور، لكن مش متشافة ولا حد حاسس بيها. يا ترى فعلاً محتاجين إن اللي حوالينا يساعدونا، ولا المفروض ما يعرفوش عننا حاجة؟ النهاردة إحنا معانا في الاستوديو الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية. اهلا بحضرتك يا فندم ومنورنا في ساعه مع نبال. اهلا وسهلا بيك مدام نبال. اعتقد النهارده ان الحلقه يعني تهم كتير من الستات اللي بيشوفونا، لان الضغط النفسي بقى كبير جدا، والمشاكل النفسيه بقت تظهر بشكل مبالغ فيه، حتى يعني الاطفال دلوقتي بقوا يتعرضوا على كده للمشكله دي. خليني أبدأ الحوار عن مواقع التواصل الاجتماعي، وإزاي تأثيرها القوي على صحتنا النفسية. طيب أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين كلهم، والسيدة زي ما أنت بدأت الحلقة، لك أنت السيدة خاصة بها. هي أكتر حد فعلا بيتأثر بضغوط الحياة والبيئة الخارجية، هي اللي بيكون عليها المعول الرئيسي. تمام. كذلك الأمر الزوج والأولاد كلهم. معنى كده أن احنا مش هنقول بس أنتي بس، ولكن الأسرة كلها. لو الزوجة تتمتع بصحة نفسية جيدة هتعرف تعمل نشء كويس جدا، هتأثر على جوزها بشكل كويس جدا، فبالتالي هيكون في البيت نقدر نقول فيه حالة من الصحة الجيدة. تمام. طيب التواصل الاجتماعي زي ما انت اشرتي وتأثيره السلبي على الصحة النفسية للشخص. مشكلة كتير جدا جدا من البشر، خاصة السيدات، في التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او الانستجرام او اي موقع تواصل اجتماعي، لما تشوف واحدة من صاحباتها منزله صورة، هي كانت في كوافير معين، جابت فستان جديد، راحت تتسوق، حتى لو كانت في كوفي بشكل معين، هي بتفتكر ولأول لحظة إن الأخريات يتمتعوا بالسعادة وهي محرومة بالسعادة، حتى وإن كان الصورة من فترة أو الصورة غير حقيقية. طبعا. ولكن مشكلتنا إحنا،
مشكلة كل الناس المقارنة الذاتية، إن أنا بقارن ظروفي بظروف الآخرين. السوشيال ميديا أو الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي كله ساعد في ظهور حالة من الحالة دي، الحالة دي بنسميها الألم الاجتماعي. الألم الاجتماعي إن الآخرين قد يكون عندهم نوع من السعادة، قد يكون نوع عندهم نوع من التغيير، لكن أنا محرومة منه، فمن هنا تحصل نوع من المشكلة في المقارنات تيجي لزوجها. بس يا دكتور، في مشكلة كبيرة جدا ودي برضو عايز أسأل حضرتك فيه. هل دايرة المعارف اللي بتكون حوالين الشخص في المواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا في صحته النفسية؟ تمام. دايرة التواصل الاجتماعي، الأفضل التواصل الاجتماعي الافتراضي ولا التواصل الاجتماعي الحقيقي؟ الأفضل وحسب دراسات اتعملت في هذا الموضوع اتضح أن كل التواصل الاجتماعي سواء كان ليه إيجابيات، لكن مقارنة الإيجابيات بتاعته أن أنا مثلا بيقربني بأهلي، بيقربني بإخواتي لو مسافرين أو في أماكن بعيدة، التأثير الأفضل على صحتي وعلى مناعتي النفسية وعلى القوام النفسي بتاعي الحقيقي ولا الافتراضي، كل الدراسات اللي اتعملت في علم النفس الاجتماعي بهذا الموضوع أثبتت أن الأفضلية للتواصل الحقيقي. أيوة فعلا هو ليه إيجابيات، بيقربني بالناس، بيخليني أعرف أخبار المحبين والقريبين مني، أستعين بالناس وأعرف أتكلم معهم أو أن أنا أقول حالتي للمقربين ليا، لكن هل أنا بأمن مكر الآخرين؟ هل فعلا في آخرين مش متربصين بيا؟ أو في كتير جدا لو تيجي أنا وإنتي نزلنا الشارع وسألنا واحدة بس تكون صادقة في إجابتها، وإنتي بتنزلي صورة ليك أو أي أو حالة معينة أو كلمة معينة بتعبر عن نفسك، ده المفروض، ولكن بتقصدي بيها مين؟ مشكلتنا إن إحنا بقينا بنوجه رسائل حادة جدا، حتى ممكن أنا بوجه رسالة للزوجة أو زوجتي بتوجه رسالة ليا على السوشيال ميديا، ولما أسألها تقول ده مجرد واقع افتراضي. هل إحنا وصلنا للمرحلة دي نتيجة حالة الاضطرابات النفسية اللي إحنا بنمر بيها؟ ما هو النهاردة إحنا عايزين يبقى عند الناس اللي بيشوفونا الوعي الكافي بفكرة الصحة النفسية. تمام. يعني فكرة إن أنا إزاي كإنسانة أنا أبقى عندي صحة نفسية. حلو جدا، دي خلينا نرجع لتكة بسيطة جدا نقول يعني إيه مفهوم الصحة النفسية. مفهوم الصحة النفسية هي التوافق الاجتماعي والنفسي مع الضغوط الحياتية. التوافق النفسي والاجتماعي والتكيف الإيجابي، لأن ممكن يكون في توافق نفسي سلبي. على سبيل المثال إن أنا مثلا أنفجر غضبا، أو إن أنا ما أعرفش أعمل سيطرة على الغضب بتاعي، أو إن أنا مثلا أعلي صوتي، ما ده برضو شكل من أشكال التنفيس ولكن سلبي. أنا بقصد بالصحة النفسية هو التوافق النفسي، أعرف إن الحياة ألوان ومواقف، يوم أب يوم داون، وأعرف أتماشى معها وأتوافق معها بنوع من المرونة النفسية، المرونة اللي ما تشكلنيش ولكن برضو ما تكسرنيش. بالظبط. فده أبسط حاجة المفهوم الصحة النفسية. طيب إزاي المرء يحصل له نوع من الصحة النفسية الجيدة؟ عشان يحصل له صحة نفسية جيدة، رقم واحد الوعي. رقم واحد في الوعي لازم يكون واعي بنفسه قوي، لازم يكون عارف نفسه، إيه اللي ممكن يزعله، إيه اللي ممكن يأثر فيه، ايه الحاجات اللي بتاثر بيها. من ضمن الحاجات اللي بتاثر بيها وبتاثره سلبا موضوع السوشيال ميديا او موضوع الميديا او موضوع الدراما الموجوده حاليا او موضوع الاخبار السيئه. انا لو بتاثر سلبا بهذه الاخبار ممكن ابعد عنها تماماً. او اقللها او اختار الحاجات اللي انا اشوفها والحاجات اللي انا ما اشوفهاش. يبقى عندي وعي كافي. وفي حته لفتت نظري قوي يا دكتور، يعني من كلام حضرتك، ان فكره فهم الشخصيه. يعني انا بعتبر ان جزء كبير من وجهه نظري، يعني ان جزء كبير من الصحه النفسيه للفرد انه يتفهم شخصيته بشكل واضح. صحيح. فلو قدر ان هو يفهم شخصيته وملامحها، هيبدا يحط ايديه على المشاكل اللي مسببه له ازعاج او مسببه له مشاكل في حياته، ويبدأ يشتغل عليها علشان يقدر يوصل ان هو يبقى انسان. طبعا ما فيش سعادة مطلقة ولا في راحة مطلقة، بس على الاقل يعرف
يتعايش في الحياة من غير ما يكون في حالة اضطراب نفسي أو حالة اكتئاب أو مرض نفسي. ده حقيقي. خلينا أقول لك إن برضو هي مش السعادة، إحنا مش عايزين حالة السعادة، لكن عايزين الأفضل من السعادة. السعادة لحظة، لكن حالة الرضا هي حالة الاستدامة والديمومة بالزبط. اللي بيتخلي الفرد يتلائم وتكيف مع الآلام الاجتماعية والآلام البيئية اللي بتحصل ليه. ده جزء. جزء تاني، أنت قلتي معيار مهم جدا من معايير الصحة النفسية اسمه المعيار الذاتي، ولكن المعيار الذاتي ده ممكن أكون أنا شايف وجهة نظري أنا فقط، ولكن أدعمها مع المعايير الاجتماعية والأخلاقية الموجودة في المجتمع. يبقى لازم تتوافق حاجتين، المعيار الذاتي إن أنا فاهم نفسي كويس جدا، فاهم اللي بيتعبني، فاهم اللي بيوترني، وفاهم إيه القناعات الخطأ اللي عندي، فاهم خريطة نفسي شكلها عامل إزاي، وكمان هتتوافق الخريطة دي مع المبادئ العامة والأخلاقيات العامة للمجتمع. دول حاجتين مهم جدا. خلينا أقول لك إن الصحة النفسية تأثير من الداخل للخارج، وكذلك الأمر من الخارج للداخل، يعني زي أفكاري ومعتقداتي بتأثر على تعاملاتي وسلوكياتي وتصرفاتي، كذلك الأمر البيئة الخارجية اللي حواليا بتأثر عليا. شكلي ومظهري، خاصة لو أنت بتتكلم عن الست، اهتمام الست بمظهرها وشكلها أمر مهم جدا، لدرجة إن دراسة أخيرة بتقول في علاقة المرأة بشعرها ده دليل واضح يخلينا نعرف شخصيتها. علاقة المرأة، ممكن حد يقول إن علاقة دي؟ إحنا دكتور كمان في نقطة مهمة جدا، يعني فكرة إن إزاي أتعامل مع الواقع، يعني في حاجات لما بنقدر نشوفها وخلاص نحددها إن هي دي المشاكل بنحاول إن إحنا نتعامل معاها ونحلها، وفي حاجات ما بيبقاش ليها حلول، خلاص ده أمر واقع. فإزاي إحنا كبشر نوصل للحالة النفسية والتدريب النفسي إن إحنا نتعامل معاها إنها واقع، فما تبقاش مسببنا مصدر من مصادر الإزعاج. هتكلم بقى مع حضرتك في النقطة دي بس بعد ما أخد مداخلة الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني أنا عايزة أعرف من حضرتك إمتى المريض يبقى محتاج دكتور نفسي؟ بص أنا عايزة أقول لك حاجة، هو طبعاً إحنا بنوصل لمرحلة الضغوط اللي أنت شايفاها اللي بتبقى موجودة عند الإنسان والضغوط الحياتية، الناس لازم تتعود وتتعامل مع الضغوط إنها جزء من الحياة. بالظبط. والنهاردة ممكن الإنسان يكون فرحان، ممكن بعد شوية يكون زعلان، ده شيء طبيعي جداً، ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي المشقة والعناء في هذه الحياة. الإنسان إمتى يعرف إن هو محتاج إن هو يروح لدكتور نفسي أو يعرض نفسه على مختص من حجم التراكمات اللي بتكون موجودة عنده؟ وبتبدأ تظهر في عدة حاجات. أول حاجة إن هو ما بقاش عنده المقدرة للاستيعاب أو تحمل الناس، سواء في حياته أو في أسرته أو في العلاقات المهنية، يعني يلاقي كده بيحس بحالة من الإزعاج. ده حقيقة. الحاجة التانية كمان لما يحس إن هو ما بقاش قادر يستمتع بالحياة، ما عندوش استمتاع، كل حاجة بتحصل قدامه، وصل لمرحلة اسمها مرحلة تبلد المشاعر، مش حاسس سواء كان الحاجة دي حلوة أو حاجة سيئة، ما بقاش عنده إحساس. القصة كلها إن أنت لما تستعين بدكتور أو حد مختص في المجال الصحة النفسية أو الطب النفسي، انت بتحتاج لبعض القرارات الصحيحة وبعض الدوافع اللي تقدر من خلالها ان انت تتعايش في الحياة وتعرف انت واقف على ارض صلبة او انت بتعمل ايه او ايه خطواتك المستقبلية اللي جاية. الانسان في بعض الناس بيستهتروا بالاكتئاب. الاكتئاب مرض، ومرض قوي جدا، ممكن ياخد الانسان ويخطف الانسان من الحياة الطبيعية لحياة صعبة وحياة بتكون شبه مستحيلة. بعض الناس يقول لك إيه، لا الاكتئاب، لا الاكتئاب ده تصنيفه في تصنيف الأمراض النفسية. ما يا فندم، احنا بن 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 يعني بنستهتر شوية بفكرة الاكتئاب، ان بقت كلمة عادية كل الناس بتقولها. يعني احنا عندنا نوعين من الاكتئاب، الاكتئاب المزاجي اللي هو العادي اللي بيكون بيصاب الوقت الإنسان. اللي هو بيجي في تغيير الفصول ومع قلة الضوء، فده بيبقى اكتئاب مزاج، زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، بننهي صيف وداخلين على شتاء،
والجو مش مستقر، فتلاقي الناس اغلبها مكتئب. نسال اي حد انت مالك، يقول لك انا مش عارف. بعدها بخمس دقائق تلاقيه بيضحك وبيتعامل عادي، بعدها بعشر دقائق تلاقيه بقى حزين. ده الاكتئاب المزاجي. تمام. والمراه بتصاب بالاكتئاب المزاجي بالنسبه للرجل 6 لـ1 حسب الدراسات الاخيره، لان المراه طبيعه هرموناتها الانثويه وقبل الولاده يعني وبعد الولاده. يعني اسمح لي اقطع حضرتك بس عشان يعني عايزين نوصل معلومه محدده للمشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. ازاي انا اقدر كأم أو زوجة أو يعني كفرد في المجتمع أني أعرف أن اللي قدامي في مراحل اكتئاب أو داخل للاكتئاب المزمن؟ أول حاجة العزلة. العزلة. لو حسيت أن الإنسان ابتدى ياخد جنب مع نفسه وما بقاش قادر يقعد مع الناس ويفتح علاقات اجتماعية جديدة وابتدى يلجأ لأوضته ويقفل على نفسه في عالمه، يبقى نعرف أن الشخص ده دخل في الاكتئاب. الحاجة الثانية عدم التوافق سواء في حياته الأسرية أو حياته المهنية. هنلاقي في مشاكل بقت بتحصل بدون سبب، هنلاقي إن هو ما بقاش عنده القدرة التحملية والاستيعابية إن هو يتعامل مع الناس، بيحصل مشاكل كتير في الشغل، مش بيستحمل الزوجة تكلمه في أي مشكلة، فبتقوم مشكلة كبيرة مشكلة ورا مشكلة. تمام. الحاجة الثالثة كمان إن هو طبعاً لو الإنسان ده مثلاً كان قريب من ربنا ولقيناه مرة واحدة ابتدى يتراجع عن هذا الشيء، يبقى فعلا الانسان ده ابتدى يدخل في مرحله الاكتئاب. هل هنا يا دكتور بيبقى محتاج دكتور نفسي ولا محتاج معالج نفسي عشان نقدر نفرق بين الاثنين والمشاهدين يعني يبقوا يميزوا بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي؟ حضرتك، هو الطبيب النفسي هو تخصصه ان هو يعطي علاج للمريض، تشخيص الحالة. تمام. وبيدي علاج للمريض وبيبدأ المريض يمشي على العلاج وبيشوف حسب الجرعات المتناولة ليه. بالنسبة للمعالج النفسي، المعالج النفسي لو هو شخص عنده دراية وعلم كافي، ده بيكون بالنسبة للإنسان ده مستمع جيد وبيكون بالنسبة له زي سبورت بيدعمه وبيقدر يديله وقت كافي إن هو يسمعه. ده لو هو فعلا إنسان مؤهل علميا على قدر عالي جدا من العلم والدراسة، بيقدر ان هو يقوم بدور الطبيب النفسي بس بدون تدخل علاجي وحسب الحاله. ما في حالات بتحتاج تدخل علاجي، وفي حالات بيكون عنده مشكله نفسيه فمحتاج ان هو الموضوع يتحل معاه ببعض الخطوات والطرق البسيطه. دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه، بشكر حضرتك وبشكر تواجدك معانا في ساعه مع نبال. برجع لحضرتك تاني وعايزة أتكلم عن فترة الدراسة. بيحصل أن البنات أو الولاد بيذاكروا بيجتهدوا بيشتغلوا على نفسهم وبعدين تظهر النتيجة، نلاقي أن مش دي النتيجة اللي المفروض أن هم يحققوها. هل فعلا يعني الاضطرابات النفسية ممكن تأثر على نتائج الأولاد في الامتحانات؟ ده حقيقي. الإنسان مش بس جسد، الإنسان نفسية وشخصية وعقل. إذن في اضطرابات نفسية واضطرابات شخصية واضطرابات عقلية. الاضطرابات العقلية عموما دي بتحتاج لأدوية، فده اللي بيروح للطبيب النفسي فبيدوله أدوية. تمام. الاضطرابات الشخصية والاضطرابات النفسية ده اللي بيرجع لنا احنا، انا كمعالج نفسي فببدأ اخش في اعماق وديناميكية الحالة وابدأ اصلح له المشاكل النفسية بينه وبين نفسه واوصل معاه من مرحلة الاضطرابات والالام الى مرحلة السواء، ولو هو في مرحلة السواء الى مرحلة التميز والتفوق، ولو هو في مرحلة التميز والتفوق ديمومة واستمرار التميز والتفوق. طيب في حالة الدراسة الانسان بيمر بضغوط الدراسة والتذكر، بما ان الذاكرة جزء من العقل والشخصية والنفسية ومرتبطة بالحالة النفسية، فعايزين نسأله، هو مش معنى ان هو قاعد على المكتب او بيذاكر او بيحضر دروسه فمعناها انه متفوق، لا، ده في امر مهم جدا. هو بيذاكر ازاي؟ خليني اقول لك ان في 3 طرق للمذاكره. في حاجه اسمها الطريقه او النمط او السمات، النمط السمعي ان هو لازم يسمع كويس جدا عشان انا مش عايزه اتطرق للحته دي قوي، انا عايزه اركز على جزئيه انتباه يعني احنا كمجتمع، لان كل جزئيه من اللي حضرتك بتقولها دي
يعني مجال كبير جدا وواسع جدا. لكن احنا النهارده الحلقه بتاعتنا بنتكلم فيها عن الصحه النفسيه والمرض النفسي، وان كتير مننا بيبقى تعبان وممكن هو شخصيا مش عارف، وكتير مننا بيبقى تعبان والناس اللي حواليه ما عندهمش الوعي ولا الثقافه الكافيين اللي يدعموه عشان يساعدوه يعني يبينوا ليه الطريق اللي يمشي فيه. احنا كمجتمع الثقافه بتاعتنا ذاكر 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 ذاكر، كل ام في البيت كل تفكيرها وكل اب ان المذاكره الامتحانات الدروس، ما بينتبهوش قوي لفكره ان الولاد الاحتياج النفسي للولاد دي ايه، ازاي يبقى عندهم صحه نفسيه. يعني ما هو ممكن يبقى دكتور لكن انا بعتذر يعني يبقى مش نفسيا مش كويس وما ينجحش. صحيح. يعني عايزه اقول ان جزء كبير من نجاح الانسان في الحياه بتعتمد على الصحه، على صحته النفسيه. ده حقيقي. لو هو انسان سوي فهو بالتالي هيقدر ان هو ينجح في اي مجال هيدخل فيه. صحيح. ازاي احنا نوصل لهم النهارده من خلال ساعه مع نبال ان انتبهوا لاولادكم بالشكل الفلاني؟ طيب خليني حاجه مهمه جدا. اتفضل. الاستماع، فن الاستماع، فن الاستماع هو الاداء الاولى اللي بتمهد لي وبتسكل لي طريقه تواصل جيد ما بين الاب والام، ما بين الاسره كلها، وساعه يوميا من الاستماع الاسري بينهم ومن بعضهم في جو اسري ما فيش فيه تشنج ولا توتر، كفيل انه يعالج اكثر من 80% من الاضطرابات النفسيه. ولما اتكلم عن اضطرابات النفسيه الاسريه بتكلم عن قلق عام في الاسره، توتر عام في الاسره، احباط في الاسره، بالزبط. اكتئاب. بالزبط. فساعه من الاستماع ان انا اسمع اولادي كويس جدا. انا لو ام فرقم واحد، ودي صيدليه العلاج النفسي، الاستماع، ان انا اسمعهم من غير ما اوجههم. رقم اثنين، لا للنقد، النقد من الحاجات الخطيره جدا. لازم يبقى نقد بناء، يعني مش نقد اللاذع اللي بيحصل برضه. وخليني اقول لك امتى انقده. اه، امتى النقد؟ مش فن النقد، فن النقد ده مش بعد نتيجه انهيار معين او بعد كويز او بعد اختبار او بعد شيء معين، ولكن النقد في مرحله الاعداد التذكيري. النقد البناء هفكره بسلبيات حصلت انت ممكن تتجاوزها، ولكن خليني احنا في منهج الصحه النفسيه والعلاج النفسي البعد عن النقد ده افضل شيء. مش محفز جدا لا عند الاطفال ولا المراهقين. قد يكون الكبار اللي عندهم وعي نفسي كويس يفهم يعني ايه مساله نقد. طيب النقد بعد كده المقارنه اللي بتحصل، انا عايزك تذاكر وتبقى متفوق ونجح زي ابن عمك فلان او زي ابن خالتك فلان، ده برضو من الحاجات الخطيره جدا اللي بتاثر على الطفل. بعد كده الاهانه اللي ممكن تتوجه له، زي انا كرهتك، انت مش كويس، اللي هو كمان منها الحب المشروط، ذاكر او انجح عشان احبك، عشان أيوة. كل الحاجات دي كلها بتعمل نوع من الضغوط النفسيه اللي بتخلي الشخص من غير ما ياخد باله. ليه؟ لان احنا في حاجه اسمها اللاواعي، الانكونشست او العقل الباطن بتاعنا ما بيفهمش ان في حاجه اسمها حب مشروط. في المدركات وتصنيف الذاكرات عنده، لما حد يقول له ذاكر عشان تنجح عشان احبك، فمعناها اني انا لازم اعمل حاجه عشان احصل على الحب، ما فيش حاجه اسمها حب مطلق، رغم ان معرفته ان الاب او الام بيحبوه حب مطلق. طيب ده يخلينا نعمل ايه؟ في حاجه اسمها الاحتياجات الاساسيه، زي ما اتكلمت عن الاستماع، الاستماع ده بيوفر احتياجات مهمه جدا لدى الطفل. الطفل زي ما بيحتاج الرعايه اللي احنا بنسميها اكل وشرب وتغذيه، دي اسمها الرعايه البيولوجيه، في حاجات معنويه من ضمنها الاحتياج للانتماء، ان يشعر ان منتمي الاسره، لما يحزن او بيزعل او يحصل معاه موقف فبيلاقي حد يسمعه. بعد كده الاحتياج للحب، والاحتياج للحب ده امر خطر جدا، إن لم يشبع عاطفة الحب في الأسرة ممكن يكون لها يعني تنفيس سلبي أو تسريب سلبي خارج الأسرة. فعشان كده الاستماع دليل مهم جدا. الاستماع يا دكتور، وإن لازم يبقى فيه وعي وثقافة كافية بموضوع الصحة النفسية عند الأب والأم، ما يبقاش كل التركيز على فكرة المذاكرة فقط. صحيح. لازم نهتم بالصحة النفسية لأولادنا. صحيح.
معنا الأستاذ الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا بيكم يا فندم. يعني خليني أسأل حضرتك، ليه المجتمع بيتعامل مع المريض النفسي إنه مختل عقليا؟ أولا يعني كونه يتعامل مع المريض النفسي مختل عقليا ففي ثلاث عوامل مهمة جدا. أولا ما فيش توعية كاملة بإيه الفرق بين المريض النفسي والمريض العقلي. تمام. الحاجة الثانية إن المسلسلات اللي بتعرض أو الجهاز الإعلام لما بيعرض فيلم فيه مريض نفسيا لازم يجيبوا حتة الاختلال العقلي، وبالتالي بيضيعوا المفهوم الصحيح عند المشاهد بالفرق ما بين المختل عقليا وغير المتوازن نفسيا. تمام. الحاجة الثالثة ان الاسرة ايضا التنشئة الاجتماعية في الاسرة ما بتوضحش للفرد ان يا ابني ده هو عنده شوية بس مرض نفسي وهيتروح، ولكن كلهم بيقولوا ده مجنون. كلمة ده مجنون معناه ان حتى الطفل الصغير لما بيشوف اي حد غير متوازن نفسيا بيخاف منه وتلاقيه كش منه. صحيح. ما بيحاولش ان يعامله معاملة يعني فيها نوع من السلاسة ونوع من ان هو يعني المريض نفسيا لما بيلاقي المجتمع يعني كل ما يبص لحد خايف منه بينبذه، هو بيتحول تلقائيا الى انه بينفصل عن هذا المجتمع الكاره ليه والكاره لسلوكياته. وده يا فندم خلى بقى فيه خوف من الطبيب النفسي. يعني لما حد دلوقتي بيبقى عنده اضطرابات نفسية أو تعب نفسي وبيبقى خايف إنه ياخد القرار إنه يروح للطبيب النفسي نتيجة نظرة المجتمع. كانت كلامك ده إن إحنا عندنا 80% من الناس عندهم مرض سايكوسوماتي. سايكوسوماتيك يعني هو إحنا كلنا لما بنشوف حاجة بنتأثر بيها شوية. تمام. التأثر ده هو مرض سايكوسوماتي، يعني مرض قد يكون عضوي لبعض الأعراض النفسية. كون إن إحنا يعني ما بنلاقيش حد يعالجنا المعالجة النفسية السليمة فبتهتز ذاتنا وبنتحول إلى مرضى يعني يصعب علاجنا ويصعب تكيفنا مع المجتمع. هي لمسة بسيطة على فكرة من كل واحد فينا. كل واحد فينا لو عرف إن إحنا كأفراد عاديين ممكن يجي لنا شويه اضطراب نفسي، شويه واحد حبيب فقدناه، امتحان سقطنا فيه، وظيفه فشلنا في الحصول عليها، علاقه ما حققناهاش، كل دي اضطرابات نفسيه ولكنها ليست امراض نفسيه وليست امراض عقليه بتعوقنا عن التفاعل مع المجتمع مع الاخرين. ولو عالجناها حضرتك من البدايه مش هيحصل المشاكل النفسيه الاكبر اللي احنا بندخل فيها. يعني ما هي كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها بدايه للاكتئاب المزمن اللي بيحصل. ايوه، والانسحاب المجتمع. بالظبط. انا بقول لسيادتك انت، انا في حواركم الجميل ده اللي سمعته كلمه الاستماع، احنا كلنا محتاجين اللي يسمعنا، كلنا حقيقة. سلاما ومرضى محتاجين اللي يسمع لنا. لما حد بيسمع لنا بيفرغ الطاقه او الشحنه اللي موجوده جوايا. لما بفرغ الشحنه او الطاقه الموجوده جوايا بهدى، ولما بهدى بفكر كويس. بفكر كويس الناس بتقول عليا راجل عاقل. الله، ده راجل عاقل. اللهم كنا بنقول عليه كده ليه؟ وهنا يا فندم بتبقى الشخصية السوية اللي هي محددة. أيوة. مشاكلها، عارفة هي خطواتها ازاي، بتقدر انها تعالج نفسها من الداخل عشان تقدر تبقى شيء نافع في المجتمع. يعني هو ده الوعي اللي عايزينه يوصل لكل الناس اللي بيتابعونا النهاردة في ساعة مع نبال. طبعا طبعا. انا بقول سيادتك الفرق ما بين السواء ولا سواء، الفرق بين النفس والعقل. بالزبط. هي الهمسه دي هي اللغه اللي بنستخدمها والاستماع اللي بنستخدمه والاحترام اللي بنستخدمه. كل ده بالظبط وصلنا الى طريق سوي. دكتور رشاد عبد اللطيف، بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعه مع نبال. برجع لحضرتك مرة تانية، وحتة الوعي يعني لو لاحظت حضرتك كل موضوع بنتطرق له أو كل جزئية بنتكلم عليها بنرجع للوعي والثقافة. يعني فكرة إن إحنا
بشر، يبقى عندنا وعي وثقافة كافية بموضوع الصحة النفسية، بالفرق بين المرض النفسي والاضطراب النفسي. يعني احنا بنعتبر ان احنا لو رحنا لدكتور نفساني يبقى احنا كده مش طبيعيين، لو لان وممكن يبقى فعلا موضوع اضطراب نفسي. صحيح. مراحل معينة نتيجة أزمات نفسية أنا بمر بيها، كبت حصل عندي نتج عنه أني أبقى إنسانة حزينة وإنسانة مكسورة وإنسانة مش قادرة أدي في المجتمع، مع أن العلاج السمع، أن حد يسمعني، حد أقول له مشكلتي إيه وما يتفهاش وما يقللش منها وما يحسسنيش إن مشكلته هو أكبر من مشكلتي، عشان دي ثقافة تانية برضو. إن أنت لما بتيجي تحكي مع حد، عشان كده النهاردة من خلال ساعة مع نبال بنقول إن في حاجة اسمها معالج نفسي، وهو ده يعني حتى الطبيب النفسي بيقوم بتحويل للمعالج النفسي، لأنه ما بيبقاش عنده مرض، يعني هو ما عندوش مرض، فهو عايز يتكلم، عايز يخرج المشاكل اللي جواه. تعقيب حضرتك على صحيح. كلام دي بنسميها العلاقة المهنية. العلاقة المهنية جزء أساسي فيها اسمه الاستماع، زي ما أنا قلت فن الاستماع. 80% من العلاجات النفسية، سواء اضطرابات نفسية، اضطرابات شخصية، اضطرابات عقلية، إن يلاقي حد يسمعه، ويسمعه بعناية واهتمام، مش يتفح من حجم المشكلة أو يقلل منها. بالزبط. ده جزء مهم جدا يخلينا نرجع لحتة الأويرنس أو الوعي. زي ما أنت أشرتي، الوعي لازم يا جماعة حاليا نهدم أو نعمل يعني مبادرة لا للاستيجما. الاستيجما دي اسمها وصمة العار، يعني وصمة العار، لوصمة ان ده مريض نفسي، فمعناه انه مختل او تذهب عنه الاهليه، او ان هو يحبس او يجرد من جميع حقوقه، فده امر خطر جدا. لو احنا عملنا الوعي ده بشكل كويس هنوصل لنتائج كويسه جدا. داخل غرف العلاج النفسي ايه اللي بيتم فيه؟ انا فعلا لازم اسمع الحاله بشكل كويس جدا، بشكل تفصيلي. ساعتها بيعمل رقم واحد بنسميه التنفيس، هو احد مراحل اللي بنسميها الترويح النفسي الجيد، اللي هي مرحله التنفيس دي، زي ما اشار ليها زي كارل يونغ او سيجموند فرويد، دول من علماء النفس المشهورين يعني، واحنا بنقرا دايما كتبهم ونظرياتهم. فده هم قالوا التنفيس بيجي عن طريق ان يكون فيه حوار، حتى عشان كده الحوار ده بنسموه مدرسه علاجيه اسمها الحوار العلاج الجدلي. من خلال المناقشة والجدال بيني وبين يعني الحالة بتاعتي. يعني مهم جدا إن حد يسمعنا، مهم جدا إن احنا نبقى مفرقين بين الطبيب النفسي وبين المعالج النفسي. صحيح. في مجتمعاتنا دكتور الست عليها ضغوط عالية جدا، وطبعا قاعدة في البيت وعندها مسؤوليات والولاد والصريخ والزعيق والمذاكرة والطبيخ وغيره من المشاكل. صحيح. عليها ضغوط نفسية وأعباء، الراجل بيرجع طبعا أصعب نص ساعة ممكن أي حد يعني يمر بيها، وأكيد كل البيوت المصرية يعني أكيد هتأيدني في الكلام اللي أنا بقوله. ساعة دخول الراجل البيت وهي بكل الشحنة والطاقة السلبية دي. صحيح. كل المشكلة بتحصل في النص ساعة دي. صحيح. إزاي الست، أنا يعني عايزة روشتات النهاردة. طيب. تقابل زوجها وإزاي تقدر في نفس اللحظة تتخلص من الضغوط دي؟ هتقدر تعمل الموازنة دي إزاي؟ زي كويس، ناخد أخذ كلمة الموازنة. الموازنة أو المعادلة المهمة جدا. المعادلة هي التقاء كمية من الدوائر بتمثل عناصر معينة يديني النتيجة الصحيحة. وقت اختيار الوقت مهم جدا. لما أنت تيجي تقول المشكلة لزوجك، نرجع قبل حدوث المشكلة، ما قبل حدوث الكارثة زي ما بنسميها كده. عندنا هو متوقع لما يروح البيت هيحصل ايه؟ ان البيت فيه نوع من السكينة وراحة ورعاية. ده توقعنا، حجم توقعاتنا عالي جدا لما ده يروح البيت، لان انا طول ما انا بره البيت انا في عالم متغير. يعني عالم متغير، في مشاحنات اقتصادية، في خسائر، في مواقف في المواصلات، في زحمة مرورية، في مشاكل اجتماعية خلافه، في ضغوط حياتية خارجية. فانا مضطر ان اروح البيت علشان يحدث لي نوع من الراحه والسكينه والهدوء. ازاي بكل الضغوط دي؟ ايوه، هو هنا حجم توقعاته عالي. لما يوصل بقى البيت يتصدم ان البيت كمان فيه كارثه اكبر احنا عايزين ومحتاجين وخلافه. فرقم واحد ان انا لازم اخد اول ساعه ان انا اسمعه بس،
حتى ممكن مش هقول له اخبار يومك النهارده، مجرد ان انا ارد عليه السلام وابتسم بس، ولو في وقت تناول الاكل معين هنجهز الاكل، او ان انا اجيب له عصير او ميه، ان شاء الله شويه ميه، يعني مش لازم عصير ولا، انا الظروف الاقتصاديه متباينه عند كل المشاهدين، ولكن ان شاء الله شويه ميه، ان انا ابتسم بس، ان انا من غير ما المح له ان في كارثه او في مشكله، ان انا انت خلصت المشاكل اللي بره، طب استلم بقى المشاكل الداخليه. رقم واحد الابتسامه مهمه. ايوه تمام. الابتسامه دي امر مهم جدا، الابتسامه السلام بين الاثنين امر مهم جدا، بعد كده ان انا اسيبه شويه لغايه ما يستقر ويهدى، يشعر بالهدوء، علشان ما يعقب الهدوء هو افضل ليكي، ولكن ما يعقب كارثه وقوع التوقعات، انا متوقع ان يبقى في البيت فيه راحه وفيه هدوء، فلما الاقي ان في مشاكل وضغوط فافضل دايما سائر، دايما غضبان، فبالتالي هندفع في مين؟ اندفع في اضعف نقطه عندي، اضعف نقطه في حياه البني ادم هي مراته للاسف. فبالتالي اول ما بيضرب في حد حتى لو عنده ضغوط خارجيه بره اقتصاديه معينه، اول حد بيضرب فيه هي الزوجه. كذلك الامر الزوجه ممكن يبقى عندها ضغوط اسريه مع اولادها، فاول حد هتقول له شوف ولادك، فالاثنين بيفضلوا يعني في صراع. يعني لازم الاثنين برضو يبقى عندهم كنترول وعندهم وعي برضو وثقافه بالاسره وبازاي طريقه الوقت. التعامل واختيار الوقت ده مهم. هرجع لحضرتك بس، معانا الاستاذ الدكتور هاشم بحري، استاذ ورئيس قسم الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا، شرفت حضرتك، منور نفسها مع نيبال. ده بنور. يعني عايزين نعرف ايه الفرق بين المرض النفسي والكبت والاحباط. هو احنا عندنا المرض النفسي ده العنوان بتاع الكتاب، تمام، تحتيه بقى حاجات كتيره جدا جدا جدا، من ضمنها الحاجه اللي هي البسيطه قوي اللي بتصيب اكتر من 60% من البشر، هو الاحباط والكمد، ان الواحد يكون متضايق شويه. احنا في مصر في الحقيقه ما بنقولش عليها نوع من انواع الاضطرابات، لان في مصر التعب دوا بسيط وبيتلم قوي جوه العيله والاصحاب، بره ما عندهمش قوي اللمه بتاعتنا، ما عندهمش القعده الحلوه دي، ان الواحد يفضل مع الجيران، يفضل مع خالته، مع حد كده يخليه يستريح، فبيعتبروها مرض لان محتاج علاج وبقى وعايز ادويه وجلسات. في مصر دي بتبقى الحكايه بسيطه. في بقى بعد كده نوعين تانيين اكبر منهم، اللي هو بقى مثلا اكتئاب عصبي، دي بنسبه 7%، واكتئاب عقلي بنسبه 1%، لكن هي دي انواع اضطراب المزاج الاكتئابي. هل يا فندم الطب النفسي حصر نفسه بين يعني الروشتة والمهدئ، يعني حصر نفسه ان هو او دبقت الفكره اللي عند الناس ان هو انا لو رحت للطبيب النفسي هيوصف لي مهدئات وده هيخليني بعيد عن المجتمع وانا ممكن يبقى مشاكلي بسيطه جدا؟ ما هو في برضو حاجات الناس خايفه منها. عندك حق طبعا. هو بصي، الطب النفسي عدى بمراحل. المرحله الاولى كانت علاج نفسي بحت، اللي هو من ايام فرويد، تمام. بعد كده دخلت الاختراعات والصناعات وصناعه الادويه، فبقت ادويه بس، وكانوا حتى اللي بيكتبوا الادويه بيحاربوا جدا المعالج النفسي، يقول لك ده يا عم ملوش اي لازمه، بيقعد يتكلم كلمتين وخلاص. لكن الاضطراب النفسي عباره عن كيمياء متغيره في المخ، ياخد دواء يسد. بعد كده ثبت ان النظريه دي فاشله، وهم حتى بتوع الكيمياء قالوا لا، طب احنا ندخل بقى العامل النفسي فيها. اللي موجود في السوق عندنا ايه بقى؟ احنا عندنا نوعين من التدريب للاخصائيين النفسيين او الاطباء. صحيح. نوع التدريب على الجلسات النفسيه اللي فيها الادويه دورها محدود جدا، تمام، ولا يزيد عن 10% والمده قصيره، ونوع من الاطباء اللي بيكتب ادويه بس. التدريب بتاع الطبيب علشان يبقى معالج نفسي ويفهم الحاله ويعمل لها خطه للعلاج و ده صعب جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لك انه بعد الدكتوراه احنا اتمرنا على العلاج النفسي اللا دوائي مده 7 سنين بعد الدكتوراه. فلا الطبيب اللي هو بيحب يكتب الادويه بس
هو على طول يعني يا ترى الدكتور يا دكتور اللي بيكتب الادويه بس بيبقى قله حيله يعني منه، لا هو فاول حاجه بيقوم عاملها ان هو كاتب ادويه مهدئه وخلاص. مش قله حيله، هي تدريب مختلف. التدريب بتاعه هو اتدرب على كتابه الروشته لان هو في المدرسه اللي بتعز كتابه الادويه. وانا انت مثل المدرسه اللي كان فيها دكتور شعلان الله يرحمه، اللي هي كانت بتسعى الى علاج الانسان حتى في بيته، ما نستناش ان هو يجي العياده عشان يتعالج. فكنا بنعمل حوالات للعلاج الناس في الشارع، فكنا بننتقل الى اصحاب المشكله في الشوارع والحواري والحاجات دي، نعالجهم في بيوتهم، بحيث ان احنا نقول لهم ان احنا ممكن نساعدكم قبل ما تبقوا مرضى حقيقيين. دكتور هاشم بحري استاذ ورئيس قسم الطب النفسي بجامعه الازهر، بشكر حضرتك. خليني احيي استاذي لان هو كان مشرف على الدكتوراه دكتور هاشم بحري، وانا اتلمست على ايديه طبعا، ده ليا الشرف يعني. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن موضوع الصحة النفسية موضوع كبير جدا، ولازم إحنا كمجتمع يبقى عندنا وعي كافي، لأن حتى الاضطرابات النفسية اللي بيصاب بيها الشخص أو مرض نفسي لازم دعم المجتمع ليه، يعني لازم يبقى الناس اللي حواليه عندهم ثقافة كافية عشان يقدروا يساعدوه زي ما بيساعدوا لو إنسان مريض أو عنده يعني كسر زي ما قلت في المقدمة. بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا، ويعني احنا سعداء بيك النهاردة في ساعة مع نبال. شكرا لك استاذة نبال. في ختام ساعة مع نبال عايزة أقول إن إحنا كلنا جوانا كسور وجروح، بس هيفرق معانا كتير قوي لو إحنا شفناها وعرفناها وعرفنا نتعامل معاها. في حاجتين بنتعلمها من كل صدمة بنمر بيها، وهو الدرس والرحمة. الدرس بنتعلمها من الصدمة والأزمة اللي بنمر بيها، وبناخدها يعني خلاص أسلوب حياة إن إحنا ما يحصلش لينا ده مرة تانية. والرحمة دي عشان تجينا لازم نشوف المشكلة اللي إحنا فيها عشان نعرف نعالجها، ونعرف ندعم كل الناس اللي حوالينا ونعيش بصحة نفسية. يا رب النهاردة تكون فعلا الحلقة عشانك أنت. بشكرك وبشكر كل مشاهدين ساعة مع نبال، وتصبحوا على خير.